فيلمنا بيبدأ مع مجموعة من علماء الطقس وهم بيقيسوا مدى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الجليد، وبيبقوا في منطقة من مناطق التلجية في القطب الشمالي، وبيكون واحد من الفريق واللي اسمه فرانك واقف بجهاز المثقاب عشان يقيس عمق الجليد. فجأة بيحصل انشقاق في مكان المثقاب بيسبب فجوة كبيرة جدا في الجليد، وبيبقى فرانك هيقع في الفجوة اللي حصلت لكن صحابه بيلحقوه، وبتبقى المعدات على الجانب التاني من الجليد وبتكون المسافة بعيدة جدا، لكن بيبقى جاك قائد الفريق مش عايز يسيب المعدات فبيقرر انه ينط عشان يجيبهم، لكن الفجوة بتزيد وبيبقى صعب انه يرجع تاني، لكنه بينط بأقوى ما عنده وبيوصل للجنب التاني، لكن الجليد تحته ما بيستحملش نطته وبيقع بيه، بس جاك بيقدر يمسك في الجليد من خلال معداته وبيلحقوا اصحابه وبيخرجوا من المكان قبل ما ينهار. وفي مؤتمر من المؤتمرات العالمية واللي بيكون حاضر فيه رؤساء الدول واصحاب المناصب المهمة والمؤثرة حول العالم عشان يعرفوا مدى سوء المناخ وتأثيراته على كوكب الأرض، بيتكلم جاك وبيقول انه شاف بنفسه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة على مدى اخر 10000 سنة في رحلة اختبار لمنطقة من المناطق الجليدية، وبيقول ان بسبب ارتفاع الغازات الملوثة في الجو زادت درجات الحرارة واصبح المناخ العام مرتفع الحرارة، وبيقول ان الارتفاع ده هيرجع العالم للعصر الجليدي من تاني، وده لان الشمس هتتسبب في ذوبان الجليد في القطب الشمالي وهيزيد منسوب المياه العذبة في المحيط، وبالتالي هيحصل تغير في معدل تيار المحيط الاطلنطي واللي هو سبب اساسي في نقل الحرارة لنصف القرى الشمالي، ومع ذوبان الجليد اكتر هيقف تيار المحيط تماما وبالتالي هيختفي الجو الدافي وهنرجع لعصر الجليد من تاني، وان ده ممكن يحصل بعد 100 سنة او حتى 1000 وهو مش متأكد، لكن اللي هو متأكد منه انهم لو ما حاولوش يلاقوا حل من دلوقتي فعيالهم واحفادهم هم اللي هيدفعوا الثمن. فبيرد عليه نائب الرئيس الامريكي وبيقول له ان الحلول اللي متوقع انها تحصل هتسبب مشاكل اقتصادية عالمية، وانهم ما عندهمش حلول بديلة لاي مصدر بيسبب تلوث زي شركات البترول والمصانع، وان اقتصادهم هش جدا زي المناخ بالظبط وانه مش هيستحمل اي تغيير. وبيكمل بنبرة غضب وبيقول لجاك انه لازم يبقى متأكد من وقت حدوث الكارثة قبل ما يخرج ويصير الجدل على الفاضي، ومحدش من باقي الرؤساء بياخد اي خطوة وبيخلص الاجتماع من غير اي حلول. وبيبقى الاجتماع في الهند واللي بتبقى سجلت اقل درجة حرارة في تاريخها لدرجة ان الدنيا بقت بتمطر تل. وبيخرج جاك من المؤتمر وهو بيدور على تاكسي، وبيجي شخص من اللي كانوا موجودين في المؤتمر وبيتعرف عليه وبيكون اسمه رابسون واللي بيبقى عالم كبير في مركز ديدلاين في انجلترا لابحاث المناخ، وبيكون جاك معجب جدا باعماله وبيتفقوا يقعدوا مع بعض يشربوا شاي، وبيرجع كل واحد فيهم لبلده. وبيتصل جاك بمراته ليزا اللي بتكون دكتورة وبيشتكي لها من درجات سام ابنهم، وده لانه اول مرة يجيب اقل من امتياز، فبتقول له ليزا انها ما عندهاش وقت تتكلم في المواضيع دي، وبتقول له يوصل سام للمطار بكرة وده عشان عنده مسابقة علمية في نيويورك. وفي مركز ديدلاين للابحاث بيسجلوا انخفاض كبير في درجات الحرارة اكتر من منطقة في نصف الكرة الشمالي، وفي طوكيو بتنزل كرات ثلج صلبة جدا واللي بتقع على دماغ الناس وبيغمى عليهم، وبيحصل اعصار في اكتر من منطقة، وبيشوف رواد الفضاء في مركبتهم اللي بيحصل على كوكب الارض وبيبلغوا المسؤولين انهم شايفين عاصفة ضخمة هتدمر نص الكوكب، وبتبقى نظرية جاك بتتحقق لكن باسرع مما كان يتخيل. وفي مكان شغله بيجي مديره اللي بيبقى متضايق منه لانه اتعامل بوقاحة مع نائب الرئيس، وبيقولوا ان احتمال يوقف تمويلهم بسببه، وفجأة بيفتكر جاك ميعاده مع ابنه سام فبيروح له بسرعة وبيوصله للمطار، وفي الطريق بيسأله عن درجاته فبيقوله سام انه بيكتب الحل على طول، لكن المدرس بيكون عايز طريقة الحل، فبيسأله جاك عن السبب اللي ما بيخلوش يكتب طريقة الحل، فبيقوله انه بيحل المسائل في دماغه، فبيفرح جاك وبيقوله ان المدرس سقطه لانه اذكى منه، وبيقوله سام انه قال للمدرس كده وسقطه برضه. وبيوصلوا المطار وبيركب سام الطيارة وبيبان انه بيخاف جدا، فجأة بتحصل عاصفة قوية وبتبقى الطيارة هتقع لكنها بتعدي، وبيوصل سام لنيويورك مع اصحابه باركس ولورا، واللي بيتفاجئوا لما بيلاقوا اسراب كبيرة من الطيور وهي مهاجرة في حديقة الحيوان، بتبقى الحيوانات بتتصرف بشكل غريب جدا وكأن في خطر هيحصل، وبتزيد الاماكن اللي بتنخفض فيها درجات الحرارة، وبيرصد مركز هيدلاين اكتر من 4 مناطق متوقع فيها حدوث اعصار شديد، وبيبدأ الاعصار الاول من نوع تورنيدو في كاليفورنيا واللي بيبقى من اقوى انواع الاعاصير، وبيتفاجئ البروفيسور رابسون باللي حصل وبيتصل بجاك وبيقول له ان نظريته بتتحقق دلوقتي، وبيحكي له عن اللي بيحصل في انجلترا واوروبا، فبيتصدم جاك وبيقول انه ما كانش متوقع حدوثها بالسرعه دي، فبيقول له رابسون انه لازم يخلي البرنامج بتاعه يعمل محاكاه لنتيجه الكارثه المناخيه اللي بيمروا بيها عشان يعرفوا ازاي ممكن يتعاملوا معاها، فبيقول له جاك ان البرنامج بتاعه مش برنامج تنبؤي وانه مجرد محاكاه للواقع مش اكتر، فبيقرروا انهم بعد انتهاء العاصفه يعملوا برنامج تنبؤي لحاله الكوكب في المستقبل، وبيروح جاك لشغله وبيعرض على المدير فكره البرنامج التنبؤي اللي بيفكر فيه، وبيبقى المدير مش مقتنع بكلامه، وبيوصلوا المكان متجمع فيه باقي الباحثين وهما بيتفرجوا على الاعصار اللي بيحصل في لوس انجلوس واللي بيبقى دمر المدينه تماما، فبيعمل مدير المركز اجتماع عشان يناقش حاله الجو ويعرف راي الباحثين والعلماء فيه، فبيقول لهم جاك ان التيار الشمالي للمحيط الاطلنطي اتغير، فبيسالوا المدير ان معنى كلامه ان حاله المناخ دي هتفضل مستمره، فبيقول له جاك ان الوضع كمان هيسوء اكتر، فبيطلب المدير من جاك انه يثبت نظريته ويشتغل على البرنامج بتاعه، ويقول انه قدامه 48 ساعه بس، وبيشتغل جاك وباقي فريقه على البرنامج، وبتظهر النتيجه وبيعرفوا ان حاله الطقس هتسوء اكتر والثلج هينتهي
منتشر في كل مكان وانهم هيشهدوا بعينهم العصر الجليدي. وبعدها بيطلب نائب الرئيس من الرئيس انهم يوقفوا الرحلات الجوية بسبب سوء الطقس، وبتقف الطيارات والمطارات وكل وسائل النقل، وبتتدمر المدن الشمالية زي كاليفورنيا ولوس انجلس، وبيبقى الدور على ولاية نيويورك. هناك بيتصل سام بوالده وبيقول له ان البنية التحتية للمدرسة اللي هم فيها ضعيفة ومش هتستحمل الاعصار اللي جاي، وبيقول له ان ادارة المسابقة بتدور على مكان تاني يقعدوا فيه. وبتفضل حالة الجو تسوء اكتر واكتر، وبتنخفض درجة الحرارة في الدول الاسكندنافية وشمال اوروبا. وفي اسكتلندا بتقع 4 طيارات هليكوبتر بسبب تجمد الوقود، واللي بيخرج من بيته بيموت متجمد حرفيا، وبسبب ذوبان جليد القطب الشمالي بشكل سريع جدا بيرتفع مستوى سطح البحر ل7 امتار، تبدأ مدينة نيويورك بالانهيار. وفي الوقت ده بيتحرك الناس ناحية المكتبة عشان يستخبوا فيها، وبيبقى سام مع اصحابه، لكن فجأة بتقف صديقتهم لورا عشان تساعد عيلة اجنبية مش بتتكلم انجليزي وما بيكونوش عارفين يخرجوا من التاكسي بسبب ارتفاع منسوب المية عن الارض، فبتساعدهم لورا في الوقت اللي بيكون اعصار تسونامي جديد داخل يغرق المدينة، وبيقرب الاعصار اكتر واكتر، ولورا ما بتكونش واخدة بالها، فبيشوفها سام وبيجري بسرعة عشان ينقذها، وبيدخلوا المكتبة مع بعض على اخر لحظة، وبيعدي الاعصار وبيكمل طريقه لباقي الولايات الشمالية. وفي اجتماع مع نائب الرئيس بيطلب جاك منه اخلاء جميع الولايات الشمالية، فبيستهزئ بيه نائب الرئيس وبيقول له انه اكيد اتجنن وانه مش هيقدر يعمل كده، لكنه بيحاول يتفادى الازمة على قد ما يقدر. فبيدي جاك نتيجة البرنامج التنبؤ اللي عمله، واللي نتيجته بتقول ان الوضع هيستمر لاكتر من 4 اسابيع، لكن النائب ما بيهتمش وبيسيب الورق مع المساعد بتاعه، وبيقول لجاك انه عنده اجتماع ومش فاضي. وبعدها بيتبلغ جاك بالاعصار اللي حصل في نيويورك، وبتتكلم وسائل الاعلام انه بقى من المستحيل ان حد يتحرك ناحيه نيويورك والولايات المجاوره ليها، وبتعرف ليزا اللي حصل في المدينه اللي ابنها فيها، وبتروح لجاك وهي منهاره، وبيحاولوا يوصوا بعض وبيفتكروا ذكرياتهم مع ابنهم على امل انهم يطمنوا عليه. وفي الوقت ده بيبقى سام واصحابه في المكتبه، وبسبب ذكاء سام بيفكر في فكره عبقريه، ولان مفيش شبكه في الموبايلات بيقرر يستخدم التليفونات العموميه واللي بتكون موجوده في اغلب المكتبات القديمه، وبيعرف انها موجوده في الدور الارضي واللي بتبقى المايه غرقته. فبينزل هو ولورا وبيعوم بسرعه وسط المايه، وبيتصل بجاك، وبيفرح جاك جدا وبيقول لسام يفضل مكانه، ده لان اي حد هيتعرض للاعصار هيموت متجمد لان درجه الحراره بتنخفض كل شويه، وبيوعده انه هينقذه بنفسه. وبيحضر جاك معداته وبيجهز شنطته وبيقرر يسافر لابنه، لكن فجاه بيجي له مديره وبيقول له انه محتاجه يشرح نظريته من تاني، فبيقول له جاك انه شرحها اكتر من 3 مرات ومفيش فايده، فبيقول المدير ان المره دي مختلفه، ده لانه هيشرحها قدام الرئيس الامريكي بنفسه. وبيحضر جاك اجتماع مع الرئيس وبيقول له ان الاعاصير هتستمر لمده 10 ايام، وبعدها حاله الجو هتستقر، ونصف الكره الشمالي هيتغير تماما، وهنبقى في العصر الجليدي. ولما الرئيس بيساله عن الحل اللي يعملوه بيقول له جاك انهم لازم يهاجروا ناحيه الولايات الجنوبيه زي فلوريدا وتكساس، وان احسن حل هو المكسيك. فبيتريق عليه نائب الرئيس وبيقول له يسيبهم هم يحلوا الامور السياسيه لوحدهم، فبيتعصب الرئيس وبيقول له انه لما اهل العلم يتكلموا اهل السياسه لازم يسكتوا. وبيبقى النائب معترض على قرار الهجره الجماعيه لولايات الجنوب، وده لانه مش عايز يسيب الولايات الشماليه تضيع منهم، وبيسال عن اللي هيحصل لسكان الولايات الشماليه، فبيقول له جاك ان الاوان فات، وان اي حد فيهم هيخرج من بيته هيتجمد، وان مفيش حل قدامهم غير انهم يفضلوا قاعدين في البيت ويصلوا. وبيقول انه حذر نائب الرئيس قبل ما الاعصار يدمر المدن دي والمحيط يغرقها، لكن دلوقتي محدش هيقدر ينقذهم ولا حتى بالطيارات اللي الوقود بتاعها هيتجمد وهتقع، وساعتها هيبقوا بيبعتوا حملات انتحار مش انقاذ. وبيقتنع الرئيس بكلامه، وبيتم اقرار عمليه الهجره الجماعيه للولايات الجنوبيه، وبيعرف الشعب الخبر وبيسافروا كلهم للمكسيك، وساعتها بتقفل المكسيك حدودها بسبب كتر المهاجرين غير الشرعيين. وبسبب العلاقات السياسيه السيئه بين امريكا والمكسيك بتحاول المكسيك تضغط على الرئيس الامريكي بخفض الضرائب وبطلبات تانية في مقابل انهم يفتحوا الحدود للمهاجرين. وفي الوقت ده بيكون سام واصحابه مع باقي الناس في المكتبه وبيشوفوا ناس ماشيه على الجليد، فبيقرر رجال الامن انهم يتحركوا ناحيه الجنوب، وبيقنعوا الناس قبل ما الجليد يزيد وما يكونش صالح ان حد يمشي عليه. وبيبقى اصحاب سام عايزين يمشوا، فبيقول لهم سامع اللي والده قاله له انهم ما ينفعش يتعرضوا للاعصار والا هيتجمدوا، فبتقول له لورا انه لازم يقول للناس قبل ما يفوت الاوان، فبيتكلم سام مع حراس الامن وباقي الناس، لكن محدش بيقتنع بكلامهم وبيقرروا يمشوا. وبيفضل سام مع اصحابه وعدد بسيط من الناس اللي اقتنعوا بكلامه، وبيشغلوا الدفايه وبيجمعوا اكبر عدد من الكتب والورق عشان الدفايه، وبيجمعوا الاكل المعلب عشان ياكلوه. وبيقدر باركس واللي بيكون صديق سام انه يشغل الجهاز اللاسلكي، وبيعرفوا ان بقى من المستحيل حد يدخل نيويورك، وبيقول باركس لسام ان والده مش هيجي ياخده وانهم هيفضلوا في المكتبه لحد ما يموتوا. فبيسكت سام وهو بيفكر في والده، وبيقول باركس انه واثق ان والده هيجي زي ما وعده. في الوقت ده بيكون جاك وصل لشمال فيلادلفيا، وبيبقى معاه فريقه اللي قرروا ما يسيبوهوش لوحده، وبسبب معداتهم اللي بتشتغل مهما كانت حاله الطقس بيقدروا يعرفوا مكانهم على الخريطه. وبسبب حاله الجو الشديده ما بيكونش جيسون اللي بيسوق العربيه قادر يشوف حاجه، وبيخبط في حطام مبنى وما بيقدروش يتحركوا بالعربيه. فبيقول لهم جاك يحضروا معدات التزلج لانهم هيروحوا نيويورك ماشي على رجليهم. في الوقت ده بتكون ليزا في المستشفى، وبيكون كل اهالي المرضى اخذوا اطفالهم ما عدا طفل واحد واللي بيكون اسمه بيتر، وبتبقى اداره المستشفى ما قدرتش
تتواصل مع اهله وبيمشي كل اللي في المستشفى ما عدا ليزا اللي ما قدرتش تسيب بيتر لوحده، وبتقرر انها تفضل معاه وما تنقلوش غير في عربيه الاسعاف. وفي سفينه من سفن الفضاء المسؤوله عن مراقبه حركه الارض بيلاقوا موجه جليد تانية على مستوى عالي من سطح الارض، وبيتوقعوا هبوطها في وقت قريب، وبياخدوا صور فضائيه لشكل الموجه الجليديه وبيبعتوها لمراكز الابحاث، واللي بيعرفوا انه متوقع انخفاض تاني لدرجه الحراره بمعدل 12 درجه مئويه في الثانيه الواحده، وبيعرفوا ان من اول المناطق اللي هيحصل فيها الانخفاض هي نيويورك. وفي الوقت ده بيكون جاك وجيسون وفرانك في طريقهم لسام، وبسبب كميه الجليد الكبير بيبقى جاك واصحابه ماشيين على حطام المدينه والمباني اللي الجليد مغطيها، وبيبقوا في صف واحد ورابطين نفسهم ببعض، وده بسبب شده الرياح. في اخر الحبل بيبقوا رابطين المعدات معاهم، وفجاه بينهار الجليد وتقع المعدات في مبنى من المباني اللي تحت الجليد، وبيقع فرانك معاها واللي بيبقى اخر واحد في الصف، وبسبب انهم مربوطين ببعض بيبقى جيسون وجاك هيقعوا معاه. بس في اخر لحظه جاك بيلحقهم وبيتحرك ناحيه جيسون عشان يشد فرانك معاه، لكن الازاز اللي تحت جيسون بيبقى بيتكسر واللي هيسبب انهيار السقف كله والمجموعه كلها هتقع. فبيقرر فرانك انه يضحي بنفسه عشان صحابه يكملوا طريقهم، وبيقطع الحبل وهو بيودع صحابه وبيموت. وفي المكتبه بتتعب لورا جدا، وبيبقوا بيدوروا في الكتب الطبيه على الاعراض اللي بتكون حاسه بيها، وبيعرفوا انها اتجرحت في رجليها، وبيلاقوا ان الجرح قرب يعفن وان لازم مضاد حيوي او انسولين، والا هيضطر انهم يقطعوا رجليها، وبيبقى الخروج بره المكتبه يعتبر انتحار. لكن سام بيقرر يساعد لورا اللي بيبقى معجب بيها، وبيقرر صحابه ما يسيبوش لوحده. وفي الوقت ده بتكون حيوانات الحديقه كلها ماتت بسبب بروده الجو، ما عدا الذئاب اللي بتقدر انها تخرج بسهوله لانها متاقلمه انها تعيش في التلج. وبيتحرك جاك واصحابه للمستشفى، وبتشم الذئاب ريحتهم وبتمشي وراهم، وبيدخل سام واصحابه المستشفى واللي بتبقى ابوابها متجمده، فبيخرج جاك من شباك المبنى وبيدخل اوضه الادويه، وبيلاقوا ماده الانسولين وبياخدوها، وقبل ما يخرجوا بيهجم عليهم واحد من الذئاب وبيعض واحد منهم اسمه جي دي، فبيقفلوا الباب بسرعه وبيتحبسوا في عياده المستشفى. فبيقول لهم سام انه يخرج من الشباك للاوضه الثانيه وهيشتت انتباه الذئاب وكده يقدر يبعدهم عنهم، وبياخد معاه السكينه وبيخرج للاوضه الثانيه وبيهجم عليه ذئب منهم، لكن سام بيقتله بالسكينه، وبعدها بيهرب بسرعه لحد ما بيخرج بره المستشفى تماما، وبيلاقي ان الاعصار الجليدي قرب، فبيروح بسرعه من البوابه الثانيه لاصحابه، لكن جي دي اللي تعض من الذئب ما بيبقاش قادر يتحرك، فبيحطوه على عوامه لقوها في المستشفى وبيتحركوا بيه بسرعه ناحيه المكتبه. في الوقت اللي بيكون جاك وجيسون في طريقهم لسام، وفجاه بيغمى على جيسون بسبب البرد، بيقرب الاعصار اكتر واكتر وبيشوفوا جاك، فبيحاول يدور على مخبأ تحت الارض وبيحفر في التلج، فبيلاقي بيت فبيدخله بسرعه وبيحطوا جيسون فيه وبيولع النار، وده في الوقت اللي بيقرب فيه سام وباركس من المكتبه وهم شايلين جي دي، وبيدخلوا بوابه المكتبه على اخر لحظه، بيولعوا النار اكتر واكتر عشان يحافظوا على حراره المكان، وبيقدر جاك يولع النار في الوقت المناسب، وبينجح الاب وابنه انهم يعيشوا بعد ما قدروا ينقذوا اصحابهم كمان. وبيجي خبر لنائب الرئيس بموت الرئيس بسبب العاصفه الثلجيه اللي دمرت طيارته، وبيتحول النائب لرئيس. في الوقت ده بتكون ليزا لسه مع بيتر في المستشفى، وبتكون مستنيه اي عربيه اسعاف عشان تنقله وبعدها تسافر للمكسيك. وفجاه بيجي واحد من المسعفين واللي بيقول لها انهم اتبلغوا بوجود طفل اخيرا في المستشفى، فبتفرح ليزا جدا وبتشكره انه جه على الرغم من انه كان ممكن يموت. وبتروح ليزا مع بيتر للملجا اللي باقي الاطفال موجودين فيه، وبيفوق جيسون وبيتحرك مع جاك لمكان سام، وبيحاول جيسون يقنع جاك انه يتقبل حقيقه ان ممكن يبقى ابنه مات بعد العاصفه الثلجيه اللي حصلت، لكن جاك بيقول انه قطع وعد لابنه انه لازم ينفذه مهما حصل، وبيبقى قدامهم 64 كيلو عشان يوصلوا للمكتبه، وفجاه بيشوفوا اشعه الشمس وهي ماليه السماء وبتهدى العاصفه تماما، وبيدوب التلج وبتظهر المباني اللي كانت مدفونه تحته، وبيظهر معاه امل جديد للبشريه. وبيوصل جاك للمكان اللي فيه سام، لكنهم بيلاقوا المكتبه مدفونه تحت التلج، وبيلاقوا مدخل المكتبه، وبيدخل جاك وهو خايف يشوف اخر مشهد عايز يشوفه، وهو حقيقه ان ممكن يكون ابنه الوحيد مات. فجاه بيشوف جاك اوضه خارج منها ضوء نار، فبيدخل بسرعه الاوضه وبيشوف سام ابنه قدام عينيه، وبيفرح سام وبيحضن والده وبيقول له انه كان عارف انه هيجي، وبيعرف الرئيس الجديد باللي حصل، وبيبعت طيارات انقاذ لكل الولايات الشماليه، وبيظهر عدد كبير من الناجين فوق اسطح البيوت مستنيين طيارات الانقاذ، وبيعلن الرئيس انه كان غلطان لما كان فاكر انه يقدر يقف قصاد قوه الطبيعه الام، لكن الطبيعه بعتت لهم تحذير عشان يعيدوا التفكير في كل مصادر التلوث اللي بيسببوها، وانهم اتعلموا من الدرس وهيستجيبوا لصراخ الطبيعه وينقذوها. وبيشكر كل دول نصف القرى الجنوبي اللي استضافتهم على الرغم من انهم كانوا معتبرينهم دول عالم ثالث، وبيكمل وبيقول ان الازمات هي اللي بتخلي كل واحد يعرف ان مفيش فرق ما بينهم، وان البشريه كلها واحد قدام قوه الطبيعه وغضبها. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.